السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتلاحظوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطاجين ديال السردين. ان شاء الله غادي تبقاو معايا تشوفوا جميع المراحل. صراحة الطاجين كنديرو بطريقتي وان شاء الله كنتمنى يعجبكم، ونبداو على بركة الله. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي كيلو ديال السردين منقي، غسلته ونقيته ومقطر مزيان، يعني راه بقى مقطر دابا حيت دابا كاين الجو بارد، راه خليته تقريبا دابا شي 3 السوايع وهو كيتقطر، يعني حتى نشف تماما من الماء حتى ولا هكذا ناشف صافي. وهنايا كيف ها هو لاحظوا معايا، هنا غادي يبان لكم انه تقطر مزيان، راه هو الماء ديالو. وهنايا هادو هاد العيبات هادو ما عرفتش واش الناس كلهم كياكلوهم ولا شي فئة قليلة. المهم راه هادو كيكونوا وسط السردين، ماشي السردين كامل ولكن كيكونوا في شي كيكونوا في واحد النوعيه ديال السردين، كيكونوا هكذا داك البيض ديالو والكبده ديالو. ان شاء الله غادي تشوفوا حتى هما غادي حتى هما غادي نديرهم في الطاجين. صافي هنا كيف ما قلت لكم عندي السردين، وهنايا عندي مطيشه، وعندي فلفله حمراء، وعندي فلفله خضراء، وعندي الربيع. هادو كنقول لكم الاساسيات، عاد الاضافيات غادي نبدا انايا نضيف، يعني في اي وقت نوقف التصوير ونضيف شي حاجه يعني نوريها لكم طبعا ونقول لكم انا ضفتها. وهنايا طبعا الثومه ضروري منها البنات، لما كانتش خدموا بالبودر. وهنا كيف ما قلت لكم عندي فلفله ومطيشه، وهنايا الربيع صافي، وهنايا الزيتون الحامض ضروري منه، شويه ديال الهريسه. انا غادي نوريكم القد اللي غادي ندير. صافي نبداو على بركة الله. هنايا عندنا الطاجين البنات، راه كلشي كيعرفوا الطاجين وكلكم عندكم تبارك الله. الطاجين عندنا غني عن التعريف هنايا في المغرب، غير اليوم ان شاء الله ما غنديروش فيه الدجاج ولا اللحم، غادي نديرو فيه السردين كيف ما كتلاحظوا. ما عرفتش واش عند كاين عند الاخوه ديالنا في الجزائر، ما عرفتش واش عندهم هكذايا الطاجين، ما كنشوفش الوصفات بزاف كيحطوهم هكذايا ديال الطاجين. ان شاء الله كنتمنى يكون عندكم وتجربوني هاد الطريقه ان شاء الله. صافي هنايا اول مرحله غادي نحك مطيشه، غادي نحك مطيشه في هاد الحكاكه الغليظه، وغادي نحك الثومه حتى هي غادي نحك واحد جوج فصوص كبار، وغادي نقرد الربيع، وها انتوما معايا. كيف ما لاحظتوا البنات الربيع قردته غير بالموس. دابا حيت هذا اللي غادي نطيبوه في المرحله الاولى اللي غنديروه في الطاجين يطيب بالشرموله، هذا ماشي مشكل هكذا يكون شويه غليظ، ولكن ان شاء الله اللي غادي نعمرو به الحوت غادي يكون غادي نقصقصو ب صافي نديرو غير شي شويه، غادي نقصقصو بالموس ديال الربيع. صافي هنايا درت كيف ما لاحظتوا غير المطيشه والثومه والربيع. صافي دابا نجيو نحطو هادشي في البوطه ونديرو التوابل ونرجعو باش نديرو العماره ديال السردين. صافي هنايا لاحظوا النار شويه تكون متوسطه، ما تكونش نازله بزاف وما تكونش ثاني مجهده، يعني غير بين وبين. ها هي كيف ما كتلاحظوا. صافي هنايا غادي ندير الطاجين صافي، وغادي نضيف هنايا كيف ما كتلاحظوا هنايا غنضيف الزيت البلديه تقريبا جهد معلقه كبيره، والزيت نباتيه ممكن تستغناو عليها، ولكن غلبوا الزيت البلديه او زيت العود غلبوها اكثر كتبغي في هذه الوصفه الزيت البلديه. صافي هنايا ما غنديرش الملح نهائيا حيت مازال غادي ندير الحامض، وغندير الحامض والزيتون. صافي هنا غندير واحد نص معلقه ديال الكركم او الخرقوم، ندير واحد شويه ديال الابزار حيت مازال التوابل غادي نديروهم في الشرموله ديال الحوت. صافي شويه ديال البابريكا او التحميره، وتفكرت دابا راه مازال غادي ندير مطيشه ديال الحك حيت حتى هي حامضه، المطيشه المركزه
هنايا واحد تقريبا نص معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، والكمون اساسي غنديروه في هذه المرحله، وفي المرحله ديال السردين حتى هو نص معلقه. صافي سكنجبير ما عنديش، يمكن ما بقاش لعندي. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نديرو هنايا، وغادي نخليوها هكذايا تشرمل واحد شويه، غنخليوها هكذايا حتى يتقلاو هاد العناصر بهذيك الزويته وهذوك التوابل اللي درنا، عاد نضيفو ليهم الحامض. صافي نخليهم هكذا، نقدر ندير شي رشيشه خفيفه ديال الملح ولا بلاش. صافي بلاش، صافي نخليو دابا يتشحر ونمشيو نصيبو الشرموله ديال السردين. صافي هنايا بالنسبه للربيع اللي غادي نديرو في الشرموله خاصو يكون شي شويه رقيق، ماشي بحال اللي درنا في الطاجين. ها هو دوزتو شويه هكذا بالنص، انا حتى قربتو هكذا عاد تفكرت عندي المهراز الدقاق والمهراز كان افضل اللي درتوها، يعني حسن من هاد، حسن ما تقصقصوه هكذا. ديروا في المهراز، ديروا الثومه الثومه والملحه والربيع وتقطقوهم كيجيو لذاد وكيجيو بنان. هاد الشرموله ديال المهراز كنديروها فاش كنبغيو نقليوه، حتى في هادي كتجي مزيانه. صافي هنايا غادي هنايا هيا كيف ما كتلاحظوا درت الثومه. صافي هنا غادي نعصر، درنا الربيع قردناه، وهنايا غادي نعصر الثومه. الثومه ما غنحكاش في ديك الحكاكه الغليظه، حتى خاصها هكذا تجي رقيقه حتى هي بحال شكل الربيع. البنات بالنسبه للكميه ديال الثومه، انا هنايا عصرت جوج فصوص، وراه شفتوا في الشرموله في الاولى درنا جوج فصوص كبار، ما عقلتش والله ما عقلت واش درت جوج ولا ثلاثه كبار، المهم راه شفتوا في الفيديو شحال درت. وهنايا درت جوج فصوص، يعني خمسه ديال الفصوص. الصراحه الحوت كيبغي الثومه خصوصا في الشرموله ديالو، يعني خمسه ديال الفصوص كبار ديال الثومه نعصروهم ونرجع معاكم. صافي هنا من بعد ما عصرت دوك الثومه اللي شفتو معايا، صافي هنا غندير التوابل. غندير تقريبا تحميره واحد نص معلقه صغيره او البابريكا، وهنايا غندير ندير ثاني شويه ديال الابزار، شويه ديال الكركم او الخرقوم. البنات ديروا حتى سكنجبير، انا ما بقاش عندي سكنجبير، وشويه ديال الكمون، وحتى القزبر يابس ما عرفتش فين دايراه، ولكن الا كان عندكم قريب لكم حتى هو ديروه كتواته بزاف. ها هو قيل في واحد القريعه، ما بقاش عندي القزبر يابس. صافي غنكتفي غير بهادو، وغادي نجيب واحد تقريبا واحد حامضه معصره. هنا درت زيت غير البلديه فقط او زيت العود. صافي وغادي نعصر واحد الحامضه وهنا معاكم. انا شفت عصير ديال الحامض، عصرت واحد الحامضه كبيره. داكشي علاش قلت لكم في لاصوص الاولى ما ديروش الملح. هاد الخلطه راه غير على سبه كتجي مالحه، كيجي الطاجين مالح. من الافضل كيف ما قلت لكم ما ديروش الملحه، اكتفيو غير بالحامض. ومازال غادي نزين الطاجين بالحامض. ها هو كيف ما كتلاحظوا الحامض مصير، هذا مازال ديال الحانوت، وخا عندي الحامض مصير بغيت ندير هذاك غير التزيين. صافي هنايا كنخلطوا هاد الشرموله، ولاحظوا انني ما درتش فيها الملح. صافي غادي نضيف له واحد شويه ديال الهريسه، كما كنعرفوا حتى الهريسه كتكون حتى هي حامضه. صافي نضيف منها حتى هي واحد. صافي خاصني ما ننساش حين ديك الشرموله اللي في الطاجين غنضيف لها مطيشه الحك، يعني مطيشه مركزه. صافي دابا غادي نبدا نصيب في الحوت اللي عندنا. ها هو بسم الله، لاحظوا معايا البنات راه كيبغي يكون ناشف،
وبالنسبه للمكونات اللي درنا في الطاجين راه كنسمعهم دابا كيتقلاو، ولكن ما غاديش نخاف عليهم يتحرقوا حين دايره ديجا الزيت هنا. وخا يبقاو عندكم هنايا الثومه ولا ده الحوت، كل ما ضفتي ليه الزيت كل ما داك كل ما ضفتي ليه الثومه عفوا كل ما كيجي بنين. كيف ما قلت لكم هذاك الشيء اللي في الطاجين ما غاديش ما طليتش عليه مني شفتو معاكم. حين مطيشه كتطلق الماء ماشي مشكل، تخليوه يتقلى مزيان عاد نضيفو مطيشه الحك. صافي هنا غادي نستمر نعمر هاد الحوتات اللي عندي. هاد الطريقه ديال الطاجين، هاد الطريقه ديال السردين كتعجبني، ودغيا يعني كيف ما كنقولوا خفان زربن دغيا تساليه. غير دابا انا مع التصوير كتبقاي توجديه وكتبقاي، اما هو راه بالخف كتصايبيه. صافي نستمر نصيب الحوت اللي عندي ونرجع معاكم. صافي هنا من بعد ما كملت داك الحوت اللي عندي كامل، ها هو شرملتو. صافي هنا بقات واحد شي الشرموله، غادي نضيف لها هاد البيض. ما عرفتش واش عندي في القناه شي عشاق لهاد البيض وهادشي ديال السردين، حتى هما كيتكالو كيجيو لداد. صافي نخلي هادشي. البنات اللي بغيتو يجيكم ألد وعندكم الوقت، من الافضل في هاد المرحله خليوه حتى خليوه يترقد مزيان في هاد الشرموله، بحال تخليوه على الاقل واحد الساعه هكاك، عاد ديروا الشرموله في الطاجين ديال الطماطيشه وعاد خدموه. فهمت يعني؟ كنتمنى ان شاء الله يكون الميساج وصل انكم تخليوه في هاد الشرموله. انا ما غاديش نخليه بزاف، غادي يبقى هكا تقريبا غير شي 5 دقائق وغادي بما طيبت مطيشه اللي كاينه في الطاجين. صافي دابا هانتوما ديك الصوص ديال مطيشه. هيا واخا تخليوها ما غاديش، حيت مطيشه ديجا محكوكه وما محيداش لها الزريعه، بغيت نحافظ على ديك الحموضه ديالها. صافي هنا غادي نضيف ليها مطيشه الحك، كتبقى اختياريه البنات لما بغيتوهاش بلاش. صافي غادي نخليها حتى تذوب شي شويه هاد المطيشه، وغادي نمشي نقرد ديك الفلفله اللي عندي، الفلفله الخضراء والحمراء نقردهم اشريطه رقيقه، ونرجع معاكم باش نكملوا المونتاج ديال هاد الطاجين هذا. صافي هنايا من بعد ما قردت الفلفله هاهي رجعت لقيت بان مطيشه. صافي تحلات هنايا في الصوص. صافي في هاد الاثناء غادي نستف هاد الحوت هذا اللي عندي على بركه الله. بسم الله. البنات كميه الحوت كتبقى على كميه عدد الافراد وحتى على القد ديال الطاجين، هو راه كيجي ما كيتشبعش منه. يعني انا كنتكلم لكم عن تجربه، راه كيجي لذيذ بزاف وان شاء الله غادي نجربوه. ندير هاد الكبيدات هادو ديال السردين. عندك البنات تشوفوني كناكلهم وتضحكوا عليا تقول لي تاكلي شي حاجه اللي ما كتكالش. صافي بالنسبه للتزيين غنزين بهاد الفلفله الفلفله خضراء وفلفله حمراء. البنات تزين زينوا بداكشي اللي عندكم في الدار. صافي هنا من بعد ما زينت بالفلفله اللي عندي هنايا غادي ندير الزيتون.
صافو هنايا عندنا هاد الحامض مصير، غادي نقطعو هكدايا شرائح، مازال غادي يطلق ديك الملوحة ديالو. صافي البنات هذا هو الطاجين ديالنا، ها هو يا واجد. صافي غادي ندير واحد الخويطات ديال الزيت البلدية، غير نمسح يدي. صافي هادي راه زيت العود البنات، ما درتش زيت الرومية، درت غير في الاول باش تحر ليا مطيشة. صافي هنا كيف ما لاحظتوا ما ضفت لا من الحلا والو. صافي غادي نخليه يطيب على نار مهيله، نقصت من ديك النار اللي شفتوني ودرتها قبيلات في البدايه. صافي غادي نخليه حتى يطيب تماما، نطلع عليه. البنات ما تضيفوش الماء نهائيا، ها هي دابا مطيشه من دابا بدات كتطلق الماء، ها هي لاحظوا شوفوا، ما عرفتش واش كيبان لكم الماء نهائيا. انا مطيشه خليتها بالزريعه ديالها باش تطلق ليا الماء، باش تعاونني في، وحتى السر ديالها كنعرفوا كيطلق الماء، والفلفله كتطلق الماء، ما تضيفوش الماء نهائيا. وكاع اللي نفرض لا نشف راه عرفوه راه طاب، راه صافي ديك الساعه كيكون طاب. صافي غادي نخليوه حتى يبان لنا الفليفلات طابوا من الفوق، وبان لنا الحوت شد راسو هذاك. صافي راه غادي يكون واجد، وان شاء الله حتى تلاقاو في الطبق فاش نبغي ناكلوه ان شاء الله. هادشي لا تفكرتكم، انا راه كنحمق على الطاجين، الا نسيتكم المسامحه. صافي ديروا هاد المقادير غادي يجيكم ان شاء الله الطاجين زوين. يلاه نتلاقاو في امان الله. يا بسم الله يا البنات، بغيت نوريكم بان ما ديروش الماء نهائيا. لاحظوا شوفوا الطاجين شحال كي هو بوحديتو كيطلق الماء اللي غادي يطيب فيه. حتى واخا قلتها لكم قبيلات، ولكن قلت ناكد باش ما ديرو حتى شي، ما ديروش الماء نهائيا. دابا غادي نخليه ان شاء الله حتى ينشف تماما ونقدموه بالصحه والراحه. صافي هنايا الطاجين ديالنا كيف ما كتلاحظوا، صافي دابا راه تقريبا راه وجد. صافي دابا بقى لكم غير تقدموا بالصحه والراحه، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وتجربوا هذه الطريقه ديال السردين بهذا الشكل هذا. ومازال كندير سردين بهذه الطريقه، ولكن كنديروا كفته ان شاء الله شي نهار غادي نجربوا معاكم. المهم كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وما سخيتش بكم البلاد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.